هذه السالفة يا طويل الأمر والسلامة ذكرتها على الأمانات، وعلى يقولون فيه رجل كان في حدا يا في قرى البادية يا أنه يسكن في البادية، وجاء لمدينة على ما أعتقد بريدة، وجاء طبعا مثل ما قلنا وبازلنا نكرر كلام اللي نقوله، كنا الوقت اللي عرفناه الناس اللي في البادية كل رجال في البادية إلا له صديق، صديق الخاص من الحاضرة، هذا اللي متعارف عليه عندنا، ولا عارف رجال من ربوعنا في البادية اللي لهم أصدقاء من الحاضرة، يجون لجولة المدينة عندهم، يسكنون عندهم، يشترون منهم السمن، يشترون منهم السمين وهكذا. فجاء الرجل هذا عند رفيقه في بريدة، وعندما سكن عنده باع الحلال وباع السمن وتريح عند رفيقه وقاعد يتقضى. قال له صاحب المحل يا فلان أنت عندك فلوس بايع حلال وبايع سمن وتقضي وتشتري، ففلوسك عليها خطر، هذا مفتاح التجوري حطها فيه وقض على راحتك، وإذا جبت شيء ثمين حطه في التجوري لين تخلص علشان حفاظا على أغراضه. فجلس عنده 3 أيام 4 أيام وقضى وخلص، ولما خلص شال أغراضه ودع ومشى وسلم مفتاح التجوري وراح. وبعدها بعدة أيام ولا أسبوع جار على المحل فتح التجوري حقه وليا ثروته 24 ريال فرنسي وجنيه اللي يصرف يصرف 12 ريال في كيستن معينة نوعيتها ما هي موجودة، ما عنده هو المعزب إلا هالمبلغ، مبلغ كبير طبعا. الريال هاك اليوم اللي يملك ريال ما عنده، هذا عنده 24 ريال وجنيه يسواله 12، مجلب بكيسته لها مشوله طبعا ما فيه إلا رفيقي البدوي شعلها معه. أرسل رسالة، كتب له كتاب وارسل له مرسول، قال فتش عندي 24 ريال وجنيه في كذا، في كيستن لونها كذا وكذا، في خرقتن شكلها، لعلك تجدها شلتها من ضمن الأغراض يوم شلت أغراضك. جاء المرسول ولحق هناك، يوم جاء طعمك هناك في ديرته وعلمه بالخبر وقرأ عليها الخبر وفتش لعلك تلقاها من ضمن الأغراض اللي شلتها، قال الله الله موجود موجود، انتظرني بس أرجعها معك لصاحبها. قام الرجال وتأخر عندها المرسول له كم يوم، جمع الفلوس وحطها في كيستن الحالها الـ 24، وجمع فلوس التقديرية فلوس الجنيه وحطها في كيستن أخرى، وقال اكتب لي اكتب لي عليها نعم أنا وجدتها من ضمن الأغراض والجنيه احتجتها وصرفتها وأنا مع الطريق وهذه قيمتها الحقيقية والفلوس الباقي هذه موجودة. جت الرجال ورجعت لها فلوسه، حمد ربه أن فلوسه جات، لكن ريالها جنيه مصروف وجاي مقابله فلوس، صرف ريالات صرف ريالات، يقول يصرف 12 ريال تقريبا. يقول يوم جاء عقب استلم فلوسه انت يا الرجل اللي في مسكان بريدة ونزل للسوق، ولا والله في حرج يحرج ورد الدلال على جنيه، يطالع في الجنيه هذا له جنيه عرف نوعية قليلة ما حد، قال للدلال رأيها وين، رأي الجنيه هذا وين، قال موجود، قال ورني وينه أبي، قال شوف هالرجال هذا كله صدر يجي طالعت عمرك فيه، ولا والله انه رجال فقير يمكن ما يملك إلا ريال يمكن كامل ما يملكه، ما هو بجنيه رجال إن يبيع في الماء يسقي الماء يأخذ القرش وقرشين وبالقرش والقرشين يشتغل. يوم أنه شافوا لهون يعرف الرجل هذا رجال فقير ويدور ويجيب لهم ماء ويسقي ويمر عليهم ويمر على غيره، هو يروح له هو يمسك، قال الجنيه هذا اللي أنت حاطه عند الدلال هذا الجنيه جنيهي وفلوسي عندك، بس تبيني أستر عليك ولا تبيني أفضحك؟ هذه السالفة هذه السالفة بس ما يحتاج، هذه فلوسي عندك، ويعترف. عجيب. قال كيف؟ قال نعم فلوسك موجودة عندي 24 صرفت منها ريال واحد وباقي 23 والجنيه هذا، قال رجع الجنيه وتعال. راح الرجال وسحب الجنيه ورجعه وعطاها فلوسه، قال طيب كيف أخذتها؟ كيف سرقتها؟ كيف حصلت عليها؟ قال والله يوم من الأيام جيت الفجر أو عقب بين الأذان والإقامة ولأني بردان وللنار مشبوبة في المجلس المشب، ودخلت أتصلى وعندما تصليت ولي والله أن المفتاح التجوري مفتوح فاتح التجوري، ودخلت في التجوري طلعت فيه ولقيت هذه وشلتها. الرجال جمع الرجال أخذ الفلوس وكملها الريال الناقص واطلع أنت يا راعي بريدة وعلى رفيقه البدوي ولين حل عليه ضيف، ما عاد سالفة مرسول، جابنا الفلوس جامعها وجامع الفلوس كلها
ويوم أنا جات أمرك وسلم عليه قال أول شيء الله يبارك لك، هذا حقك وهذه فلوسك والسالفة عرفتها واكتشفتها، بس أنت يوم جاك المرسول له ما علمتني ولا بيّنت شيء. قال أنا كيف أعلم؟ مفتاح التجارة ما هو إلا معينا أنا، وش الكلام اللي يقوله عشان يبريني؟ يا سلام عجيب. أنا خاسرك خاسرك، لكن أتحملها أني شلتها بالغلط أرحم علي، انجحتها فأنا صرت مدان فيها، صرت فيها مدان، لكن اعترافي بأني شلتها مع الأغراض أرحم علي لأنها تكون فيها شيء من الغلطة. حتى الجنيه أنا كيف أصرف؟ أنا ما صرفت الجنيه ولا أعرف الجنيه ولا ملكه، أنا بحثت عن قيمته عشان أرجعها، أنا ما بيخسرك ولا بكتشك فيني ولا تظن فيني شيء. قال أنا سامحني بس على اللي صار وأنا حقي راح والله جابه. فهذه الرواية اللي حبيت أختارها لكم.